لمزيد من الشرح والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الناقد الرياضي هاني عبد النبي. صباح الخير يا أستاذ هاني، ويعني كيف ترى منافسة النجم المصري محمد صلاح على المراكز الثلاثة الأولى للفوز بهذه الجائزة المتقدم لها مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبولندي ليفاندوفسكي؟ صباح الخير يا سمر، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدين قناة سي بي سي اكسترا المتميزة. بالطبع احنا كلنا سعداء بما تم الاعلان عنه بالامس من الاتحاد الدولي لكرة القدم باختيار نجمنا المصري محمد صلاح للفوز للترشيح او المنافسة في المرحلة النهائية والاخيرة على لقب افضل لاعب في العالم لعام 2021، واعتقد ان الترشيح ده جاء انصاف للاعب بعد حصوله على مركز الى حد ما متاخر في جائزه الفرنس فوتبول وبعض الجوائز اللي تم الترشيح ليها واللي ادى الى اندهاش العالم كله، زي يكون محمد صلاح مش موجود ضمن افضل ثلاث لاعبين في العالم. محمد صلاح قدم على المستوى الفني والنتائج الكثير لناديه والمنتخب مصر خلال السنوات الماضيه، ويستحق ان يتواجد في هذه المكانه، بل يستحق اكثر كمان ان هو يتوج باللقب، خاصه ان احنا لما نقول في بالمقارنات الرقميه والفنيه ما قدمه اللاعب مع ناديه، اعتقد ان هو كان الافضل بشكل كبير جدا، وخاصه ان هو صاحب الفضل الاول والاخير لتواجد ليفربول السنه دي في بطوله دوري ابطال اوروبا بعد ما قاد الفريق في ظل غيابات كثيره الموسم الماضي في الدوري الانجليزي، ان هو يضعهم في الترتيب الثالث في جدول ترتيب الدوري الانجليزي، وبالتالي محمد صلاح اعتقد ان هو هينافس بشكل كبير جدا عن لقب السنه دي، وان لم يحصل عليه محمد صلاح فانا بشكل كبير جدا وبشكل مؤكد هو الافضل حاليا في الدوريات الاوروبيه، وبالتالي هو مرشح مش السنه دي بس ده السنه الجايه كمان، ونتمنى ان هو يكون اول لاعب مصري وعربي في التاريخ يحصل جائزه افضل لاعب في العالم. بكل تاكيد. خليني اسال حضرتك كمان بالمره عن يعني تعقيبك على استعدادات منتخبنا المصري للخوض في نهائيات كاس الامم الافريقيه، وتتوقع ممكن منتخبنا يوصل لحد فين؟ بالطبع يعني نقدر نقول ان ترشيح محمد صلاح للمرحله النهائيه من التصفيات اللي هي لاختيار افضل لاعب في العالم ادى تجارة لانذار شديد اللهجه لكل المنتخبات اللي هنواجهها، ان احنا عندنا نجم كبير جدا وان الترشيح ده هيدي له دفعه معنويه من جانب، وخوف وهلع في المنتخبات اللي هتواجه منتخب مصر، واعتقد ان احنا نتمنى ان احنا نستفيد. على مستوى الاستعدادات كنا نتمنى ان كل لاعبتنا تكون في سلام، لكن اعتقد ان احنا كلنا حزنا لعدد المصابين بفيروس كورونا من اللعيبه والجهاز الفني والاداري الفريق، غياب عصام الحضري مدرب الحراس وحارسه محمد ابو جبل اللي هو نقدر نقول الحارس الثاني في المنتخب عن السفر ابراهيم عادل، عدد من اللاعبين نتمنى ان يكون التوليفه اللي موجوده او العناصر اللي موجوده يعني تقدر ربنا يوفقها في ان هي تغطي على عدد اللاعبين الغايبين. انا النقطه الوحيده اللي دايما بنتناقش فيها وبنقول كارلوس كيروش احنا البديل بتاعنا اللي هو بديل محمد صلاح في تشكيله منتخب مصر، لغايه دلوقتي احنا ما عندناش لاعب مهاجم بيلعب برجله الشمال بخلاف محمد صلاح، واعتقد ان النقطه دي هي بس الافه اللي ممكن نتكلم فيها فنيا مع المدرب، لكن بخلاف ذلك كل العناصر وكل اللعيبه اللي موجوده اعتقد ان هي جاهزه لتمثيل منتخب مصر، ولا نشك ولا احد يشك في ان اي لاعب من العناصر اللي موجوده سواء اللي موجودين او اللي مش موجودين يقدر يدي اكتر ما عنده في من ناحيه المستوى الفني والبدني للمنتخب الوطني في المباراه. بالطبع هأكد على حضرتك وعلى المشاهدين ان مباراة نيجيريا هي اصعب المواجهات واصعب الظروف اللي احنا بنواجهها في البطولة، خاصة ان هو منتخب قوي ومنتخب عنيد، وهي اول قمة حقيقية في بطولة امم افريقيا هتاخدها المنتخبات المرشحة للفوز. لكن لما بنتكلم على منتخب عفوا لما بنتكلم على منتخب مصري يبقى احنا بنتكلم على المنتخب صاحب الرصيد الاكبر من الانتصارات الافريقية، وبالتالي احنا داخلين وشعار منتخب مصر سواء لاعبين او جماهير او مجلس اداره جديد
بنقدم ليه التهنئة والتحية برئاسة الاستاذ جمال علام جميعا، بيهدف الى التتويج ببطولة افريقيا والوصول الى اعلى منصات التتويج، وده اللي بنتمناه ان شاء الله في من العودة من الكاميرون ان شاء الله. بتوجه لحضرتك بجزيل الشكر على هذا الكم من النقد والتحليل، النقد الرياضي هاني عبد النبي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.